وصلي وسلم على سيدنا وحبيبنا ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد. الثانية للاستقراء. اللهم صل على محمد. الثالثة لتعجيل الفرج. اللهم صل على أولاً أحب أوجه شكري إليكم صراحة تستاهلون الشكر وأزيد رجال ونساء لكم كل الشكر والتحية والتقدير وعلى كل من قام بتقديم هذه التعالية أشكركم من أعماق قلبي رياضة عن أم الشهيد أشكركم كل الشكر شهيد علي الشيخ ما قال الذي شارك شوي هنا سقط الشهيد نعم هنا سقط الشهيد عن الشيخ الذي كان يطالب بحق هذا الشعب وبتقرير المصير الشهيد لما سقط لأجل الثورة لأجل الشعب ينال ما يطلبه ويطالب به منذ وانطلقت الدورة 14 فبراير إلى حد هذا اليوم شهيد علي الشيخ لما سبق دمه الشعب لا زال يطالب وسقط من فعله شهداء هؤلاء الشهداء غالين على قلوبنا ونحن كآباء شهداء نطالب بالقصاص خصوصا من قام بقتل الشهيد علي الشيخ في صباحية يوم عيد في مثل هذا اليوم من قبل 3 سنوات في 31/8/2011 لما قام النظام بطلق الرصاص مباشر ليؤدي إلى قتله واستشهاده في الحال قام النظام بقتل الأطفال ومن ضمنهم الشهيد علي الشيخ بأي ذنب يقتل على يطالب بحقه من يقوم بيطالب بحقه يقتل هؤلاء النظام سيأتي يوم وسينتصر هذا الشعب الذي يوفي إلى الشهداء في كل فعالياته وفي كل تأميناتهم وفي كل تضامن معهم في أي فعالية سواء التأمين أو عيد ميلاد أو أي شيء آخر نعم يا شعب البحرين أنتم تستحقون النصر ولكن بحضوركم في كل فعالية وفي كل مسيرة حضار قوي ستنالون إن شاء الله النصر والنصر سيأتي بكم يا شعب البحرين يوم يأتي النصر وإن شاء الله كل شيء تنالونه كل شيء سيصل لكم بحول الله وقوته بنصر الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الشهيد لم يموت الشهيد حي عند الله سبحانه وتعالى يرزق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم الشهداء أحياء عند الله هم الذين سينالون العقاب في الدنيا قريبا إن شاء الله بحضوركم بثباتكم شاركوا في كل فعالية بقوة وبمقاومة حتى تحقيق المصير إلى هذا الشعب المظلوم الذي قام النظام في كل يوم يستبيح هذا الشعب المسالم الذي يطلق عليه الرصاص الحي والشوزن والغازات السامة كم شخص عندنا فقد عينيه فيواصل 86 أو 90 شخص تقريبا فقد عينيه من قبل هذا النظام وغيرهم الجرحى الذي فقد يده
ورجلين ويعانون لحد الآن من قبل هذا النظام. هذا الشعب الذي خرج لن يتراجع ولن يتنازل عن دم الشهداء وعن مطلبهم. نعم يا أوفياء، نعم يا شعبي، يا شعب الوفي، يا شعب العزة والكرامة، ستنامون إن شاء الله قريب النصر وبحضوركم، وأتمنى منكم أن تشاركوا في كل ليلة في كل يوم، سواء في الليل أو مساء أو صباح، في المسيرات حتى يتحقق هذا النصر. وأشكر كل من دعا إلى هذه الفعالية، أشكركم من أعماق قلبي. يا أهالي سترة، يا أهالي الصمود، يا أهالي الثورة. وكما أشكر البارحة الذي قامت به الفعالية أهالي باربار، لكم كل الشكر والتحية والتقدير مني ومن أهالي سترة، يشكرونكم على كل ما قمتم به لأجل الشهيد والشهداء. شكرا لكم يا أهالي باربار، وشكرا لأهالي سترة. وأخيرا، رحم الله والديكم وعشتم ودمتم إلى النصر قريبا إن شاء الله. والسلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته.